الصيف قرب والامتحانات خلاص بتنتهي في أكتر من مكان. السياحة الداخلية في مصر استعدت جيداً لاستقبال كل الزوار. المؤشرات والأرقام بتقول إن السياحة الداخلية كانت صمام الأمان للحفاظ على الأماكن الخاصة بالسياحة في مصر في ظل أزمات عديدة، يعني في ظل عدم وجود وفود جاية من دول تانية. كانت السياحة الداخلية هي اللي أنقذت ناس كتير يعتمد مصدر دخلهم على هذا الأمر في شرم الشيخ، في الغردقة، في أسوان، في عدد كبير جدا من الأماكن. على صعيد الأسرة المصرية وعلى صعيد المجتمع المصري أيضا الأسر استعدت، في اللي حجز مكان علشان يقدر يروح، البنات الصغيرين والولاد بدأوا يجهزوا المعدات بتاعتهم علشان يروحوا المصيف. في استعدادات بتجرى على قدم وسقف أكتر من مكان على هذا الأمر علشان الناس تبتدي تروح المصيف. التخطيط بالفعل بدأ في هذا الأمر. سؤال النهاردة اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك: إيه هو المكان اللي زرته مرة واحدة ولسه فاكره ونفسك تزوره مرة تانية؟ المكان ده ربما ممكن ينطبق بطبيعة الحال على أحد الأماكن السياحية الداخلية في مصر، ممكن ينطبق على حاجة من بره، ممكن ينطبق أيضا على مشتى من المشاتي. ولكن بشكل عام أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن يعني الشيء بشيء أذكر، المناسبة دلوقتي هو المصيف. لكن أكيد أكيد في أماكن كتير في ذاكرة حضراتكم يمكن زرتوها مرة واحدة بس وفضل هذا المكان معلق في ذاكرتكم ومصممين تزوروه مرة تانية وتالتة. إيه هو المكان بالنسبة لك يا جمال؟ أنا سيوة، يمكن ده مش الموسم بتاعها لأن سيوة محتاج مشتى بالظبط، يعني محتاج نروحها قبل كده بشوية. لكن أنا سيوة بجد من أحلى الأماكن اللي روحتها، ويمكن مؤخرا الناس ابتدت تروحها إلى حد كبير، لكن الوقت اللي أنا روحت فيه سيوة كان لسه يعني إحنا كمصريين، كان في أجانب وقتها كتير موجودين بالمناسبة، بس إحنا كمصريين ما كانتش من الوجهات اللي بتبقى دايما موجوده على الخريطه بتاعتنا او في البلان بتاعتنا كده، في الخطه بتاعتنا زي ما بنقول. سيوه فعلا يا مصطفى لما انا رحتها بجد حلوه قوي، وناسها حلوه قوي قوي قوي، وكرمه جدا ولطاف جدا، ودايما بيرحبوا بيك وعلى قد ما يقدروا عايزين ان هم يساعدوك ومضيافين جدا. حتى بقى الاكل هناك، انت عارف انا بعتز بالاكل جدا، بحب الاكل جدا. الاكل مختلف. لا الاكل حقيقي زي ما احنا كده بنقول عليه بخيره. يعني طعم الحاجة هناك فعلا مختلف. في مكان كده زي اوتيل، او هي قلعة يعني بس معمولة اوتيل، قلعة شالي افندم، قلعة شالي، قلعة شالي، لا مش شالي بس انا مش فاكرة بالظبط اسمه. بس شالي دي مدينة مفيش مكان فيها ان حد يقعد، يعني كان وقتها كانت لسه يعني كان بيجرى إعادة إحيائها مرة أخرى. أيوة. ودي كانت المناسبة اللي احنا كنا موجودين بسببها هناك في سيوة. لكن كان مكان أوتيل من أكتر الفنادق المشهورة جدا هناك، هو كان حتى ده اللي جاء ولي عهد بريطانيا بالظبط، ده اللي سياحة الإيكولوجي اللي هو بالملح، معمول بالملح، هو بالملح، مفيش كهرباء خالص هناك تماما. أيوة. كل حاجة بالشموع، حتى عشان يبقى، حتى أنا سألت هناك طب لو في حد عايز مثلا يشحن تليفونه بيعمل إيه؟ في مكان زي لوكر كده او مكان مخصص بره التليفون بنسيبه يتشحن وبعد كده بنرجع ناخده تاني. لكن يعني استمتع برحلتك تماما، ابتعد عن الدنيا، شد الفيشه بالمعنى الحرفي حقيقي فعلا. المكان حلو قوي قوي قوي، حتى الجو نفسه مختلف. يعني لو سيوه طبعا هي يعني حر طبعا، انت احنا جوه المكان فعلا حلو، الجو حلو. كان وقتها لما سألت ان الحجر ده او نوع الحجر ده اللي كان بيتبني بيه البيوت هناك ليه خصائص معينه، ان هو يعني الجو لو بما انه حار، المكان بما انه حار بيبقى بيعيش سنوات طويله، بالظبط بيعيش سنوات طويله، وكمان بيبقى المكان بيبقى رطب، بيبقى الجو اخف شويه، مش بيسحب الحراره يعني. فكان بالنسبه لي من احلى الاماكن اللي زرتها فعلا، حتى الشموع وهي متوزعه في المكان عشان تقدر بالزبط ان انت تتعامل في المكان ما يبقاش طبعا ضلمه قوي، حلوه قوي. الاكل بقى كمان حاجه ثانيه، بتكلم على الاكل حاجه ثانيه. لا يعني هم ثقافه ثانيه برضه، خلي بالك سيوه يعني هم يعني ثقافه غير الوادي وغير الدلتا وغير بالزبط. بتاع لا مختلفين تماما يعني كده. برضو ثقافه زي ما انت بتقول مختلفه، حتى يمكن عاداتهم وتقاليدهم كمان مختلف. فيها اختلاف. انا فاكره كان في هناك اللي كلته، وانا فاكره كويس جدا، كانت حاجه زي فطيره كده بالسبانخ ايوه والجبنه، السبانخ الورق ايوه،
يعني حاجه تانية. لا يعني انا بجد الكلام ده كان مثلا من سنتين ونص تقريبا لحد النهارده فاكره طعمها. الفراخ كانت معموله بطريقه كده ان هي مدفونه وليها طريقه في حتى في تملاحها في كل حاجه، يعني مش شبه اي حاجه ممكن تكون كلتها في حياتك. او انا عن نفسي اتكلم عن تجربتي صحيح. انا مش شبه اي حاجه جربتها في حياتي، فكان فعلا حلو قوي. حتى يمكن العيون اللي هناك الصحراء لما جربنا نعمل سفاري، وبالفعل طلعنا من صباح الخير يا مصر، كان في فقره عن السفاري اللي كانت في سيوه، سفاري الرمال، يعني حلوه حلاوه. انا كنت اتمنى ان انا اقدر اروح تاني، وحقيقي بفكر يعني انه الشتاء الجاي ان شاء الله بفكر اروح. هم كمان عندهم قبيلتين، قبيله الشرقيين وقبيله الغربيين، دول بيلبسوا الجلباب الابيض على السديري والغطاء راس كده، ده احمر وده اسود. كان بينهم زمان لو تفتكري، قعدت انا برضه في سيوه وعملت شويه شغل كده، كان بينهم زي ما انت تقولي كده معارك او كده، وبعد كده اتصافوا وبقوا حبايب ويعني تصاهروا من بعض. لا سيوه حكايه تانية خالص، حلوه قوي 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 حكاية، يعني حكاية تانية خالص. انصحكم فعلا تحطوها كده زي ما بنقول على ضمن الوجهات السياحيه في الليست بتاعتنا، يعني الشتاء ان شاء الله كده في الشتاء تروحوها. وبالمناسبه هي رخيصه جدا مش مكلفه تماما، هي صحيح بعيده شويه لكن حقيقه تستاهل. لا ومع الطرق دلوقتي بقت افضل بالزبط. يعني انت عندك طريق الساحل اختلف تماما، هتقدر من مطروح تنزل بسرعه اكيد، يعني مع جوده الطرق بالذات طبعا. بالنسبه لسكان يعني ساحل المتوسط اللي من دمياط رشيد اسكندريه ده بالنسبه له اقرب. لا واحنا في الطريق بالفعل الكلام ده زي ما بقول لك كان من سنتين وشويه، واحنا في الطريق بالفعل الطريق اصلا كان بيحصل فيه اصلاحات وكان تقريبا نص الطريق كمان كان خلصان يعني. أيوة. فبجد هي حلوه. وبعدين هي دايما بيبقى فيه اماكن بعيده برضه، يعني احنا بنتكلم في حاجات بعيده. هي الفكره مش بتكلم في ان الطريق متعب او لا، الطريق بعيد صحيح. يعني بس هو بيحتاج بس ان احنا نصبر شويه. انت بقى ايه؟ انا غرب سهيل في النوبة. الله. من أجمل الأماكن اللي بحبها، ويمكن مش هقول رحتها مرة واحدة، أنا رحتها أكتر من مرة، ولو جه كل شتاء هروحها. وأنا مخطط بالمناسبة إن التقاعد يكون هناك. ده عامل خطة. الناس جميلة جدا طبعا. أول حاجة أنت ضغطك ما بيترفعش، محدش بيضايقك، الناس حلوة حلاوة، الألوان عظيمة صحيح. اللي هم أربع ألوان بتوع النوبة، اللي هم الأزرق والأخضر والأصفر والأحمر، بيتعمل بيهم كل حاجه، يعني صحيح. مزيج من كل حاجه، سواء ورده سواء الوان ورا بعض سواء يترسم بيهم حاجه، هم اربع الوان طبعا على خلفيه بيضاء. الاكل مختلف تماما. بمناسبه الاكل انا اكلت هناك حاجه اسمها الكشيد، ده كان كشيد عباره عن ايه؟ كان فراخ مع بطاطس بس بتتبيله مختلفه خالص. يعني شوفي احنا بنتكلم عن الزعتر، عندهم حاجه اسمها زعتر نوبي مثلا، عندهم اكلات ثانيه خالص غيرنا، يعني هم برضو بتقدر تقولي ثقافه مختلفه. وفي نفس الوقت بيحبوك جدا، ما بيزعلوكش، ناس طيبه جدا طبعا. يعني انا شهادتي مجروحه في اهل النوبه، اهل النوبه كل طبعاً. المصريين بيعشقوهم، بس للاسف المكان ده للاسف الشديد ما ينفعش تروحه غير في الشتاء، يعني درجه الحراره بتوصل ل 50 و 60 في الصيف. فانا لو كان بايدي اروحه صيف وشتاء، يعني انا افتكر كويس جدا منظر وانا بفتح البلكونه المراكب في النيل عامله ازاي، النيل اصلا عرضه عامل ازاي، الجزر النيليه هناك حاجه تانية غيرنا خالص. احنا للاسف الشديد جزر النيليه عندنا في القاهره بقت جزر اسمنتيه، انت مش شايف حاجه من الابراج ومن الشوارع، لكن هناك الجزيره لسه بكر، فيها زرع وفيها حاجات، فيها قوارب. الحياه البدائيه الجميله هي اللي بتعمل طعم في اسوان. اتمنى انكم برضو تضعوا غرب سهيل او النوبه بشكل عام او اسوان على أجندتكم السياحية. بالتأكيد السؤال بتاعنا النهاردة مرتبط عن ذكريات حصلت لحضراتكم، أنتوا المكان اللي علم معاكم اللي رحتوه مرة وعايزين تروحوه مرة تانية ومرة ثالثة ومرة رابعة، أكيد السؤال ده مرتبط جوه كل واحد فيكم بذكرى معينة، صحيح؟ صحيح طبعا. ده سؤالنا اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك، مستنيين إجابات حضراتكم عشان نستعرضها مع بعض في حلقة النهاردة. صباح الخير والسعادة عليكم جميعا. صباح الخير يا مصر.